رجال يعز الله بهم الدين، يعز الله بهم الدين، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم وأوائلهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فهم أعزوا دين الله بعد أن أعزهم الله وآتاهم ما آتاهم. أيضا جاء في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. سبحان الله، ما زلنا أعزة. لما دخل عمر في دين الإسلام، فيا أيها المسلم كن عزيزا ومعزا ومعتزا بدينك. ولهذا الصحابة استبشروا والكفار حزنوا لما أسلم عمر. قال المشركون: لما أسلم عمر انتصف المسلمون اليوم منا. وجاء في سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أعز الله به الدين.